كلما ازداد إبداع كفرنبي للثورة بلوحاتها وعباراتها وحروفها، كلما اشتد حقد النظام عليها. عملية عسكرية جديدة لجيش النظام في كفرنبل التي لم يهدأ صوت الرصاص فيها يوما. بارحة انتشرت عصابات الأسد في مدينة كفرنبل وقامت بحرق المحلات وحرق البيوت وحرق المنازل، في فكرة أنه بشار الأسد يمنعنا عن الثورة اللي قمنا فيها. نحن بدنا نوصل رسالة لبشار السفاح، نحن إذا انحرقت بيوتنا كلها وانحرقت محلاتنا كلها وشردنا أولادنا ما رح نرجع على القرار اللي أخذناه بإذن الله إذا ما بيضل ولا واحد فينا طيب. عنا يا الشهادي يا النصر بإذن الله، ما عنا خيار تاني نهائي. تبدو صورة هنا وكأنها عقاب نظام على أصوات حرية مبدعة. محلات حرقت وتوشحت بالسواد، لكن بياض الصورة في شوارع كفرنبل ما زال ينبض ثورة إلى ما لا نهاية. امبارح انتشرت عصابات الأسد عندنا في الضيعة وقاموا بنهب المحلات وحرقين وحرق المنازل وعملوا يعني عاصفة فساد في الضيعة، بالإضافة إنه أخذوا دروع بشرية، وكل هالشيء ما راح يوقفنا عن مسيرتنا بإذن الله باتجاه الحرية، وإن شاء الله مستمرين وبإذن الله الله معنا. كنا قاعدين في البيت ما شفنا جيش إلا طوق البيت كلياته، طالع كل شيء في البيت لبرا قاعد يضربوا، حطوا دروع بشرية وقاعد يقولوا لنا تفوا بالراحة بدمنا في ديك يا بشار، وقعدوا يحرقوا البيوت والدكاكين وكسروا كل القفوله، وقعدوا يرشوا في الروسيات مش عارفين يربوا العالم. إرادة وإصرار وروح معنوية تقابل رصاص من أتى يبحث كل يوم عن عصابة مسلحة جديدة. يقول أهل كفرنبل: محلاتنا وأرواحنا وبيوتنا فداء لثورة الكرامة السورية، وإن طال ليل الظلم فإعمار ما هدم ليس باليوم البعيد. والله لو مهما صار كفرنبل وبعد يوم منك بدها ما زالت تهتف هيو يلا وما منك إلا لله. كان معكم خالد العيسى لقناة أورينت نيوز من مدينة كفرنبل إدلب.